السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعينا من كل مكان، أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية. الجولة بتاعتنا النهاردة هتكون من عروض السيف جاليري، ولا زلنا في التغطية القوية جدا في عروض السيف جاليري، عروض 50% على أكثر من 3000 منتج. عروض اليوم الوطني، العرض الأخضر، العروض لحد يوم 31 سبتمبر، لسه في وقت كبير جدا للناس اللي محتاجة العروض. إن شاء الله هنكون الجولة بتاعتنا هتكون في أواني الطبخ والقدور وأدوات المطبخ، العروض القوية جدا اللي نازلة في السيف جاليري. إن شاء الله تكون عروض قوية ومفيدة للجميع. أتمنى من الناس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا العروض دي موجودة في كل الفروع وفي المتجر الإلكتروني لحد يوم 31/9، وفروع السيف جاليري موجودة في كل مكان في السعودية. في البداية خالص عايزين نصلي على سيدنا محمد، والذكر بتاعنا النهاردة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا بنقول الذكر زي ما احنا تعودنا، لو عايز تكتبه في التعليقات بتكتبه في التعليقات، ولكن لازم تقول معانا الذكر ونبدأ الجولة مع بعضينا، وان شاء الله تكون جولة قوية جدا في عروض السيف جاليري. هنبدأ من عروض طقم جرانيت تركي اسود مضلع بغطاء زجاجي، يد اليد بتاعته من الستانلس ستيل زي ما احنا شايفينه اهو. ده طقم جرانيت تركي مصنوع في تركيا، اسود مضلع بغطاء زجاجي، يد استانلس، 9 قطع. ده الاسم بتاعه اهو. ده نازل من 549 ل 274.5، 274.5. كمان هنا في جرانيت تركي وردي مضلع برضو بغطاء زجاجي، يد استانلس ستيل، 9 قطع، نازل من 599 ل 299.5، 299.5. نشوف العرض اللي بعده، في عروض كتير جدا يا جماعة، عروض كتير جدا. طقم قدور تركي رمادي بغطاء زجاجي، 7 قطع برضو اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده نازل من 499 ل 249.5، 249.5. عروض السيف جاليري على قناة أقوى العروض صانع السعادة. هنشوف برضو العروض اللي موجودة التانية، في عرض هنا تاني هو. ده طقم جرانيت أخضر فاتح مضلع بغطاء زجاجي، يد ستانلس، 9 قطع، نازل من 599 ل 299.5، 299.5. طبعا احنا نشوف هنا الطقم هنا هو، ده شكله هنا قدامنا اهو. ده الطقم هنا جرانيت اخضر، ده اللون بتاعه اخضر فاتح مضلع بغطاء زجاجي، اليد من الستانلس، 9 قطع زي ما احنا شايفين. الاسم بتاعه هنا هو، ده الاسم بتاعه، وده من العروض اللي نازله في السيف جاليري بمناسبه اليوم الوطني. في عروض تانية يا جماعه، هنا في عرض هنا تاني هو. ده طقم قدور جرانيت روكي وردي بغطاء زجاجي، 9 قطع، نازل من 469 ل 234.5، 234.5، 50%. ده روكي، ده طقم جرانيت روكي اللون اللي هو الوردي. كمان في هنا طقم كمان هنا هو، ده استلس روكي برضو اللي قدامنا، ده استلس طقم قدور استلس روكي بيد سيليكون، اليد بتاعته سيليكون. ده نازل برضو، ده 11 قطعة، نازل من 679 الى 339.5. ده طقم قدور استلس روكي بيد سيليكون يا جماعة، استلس ستيل. في كمان هنا برضو عروض تانية هنا، طقم قدور استلس روكي 11 قطعة برضو، ده اللي احنا لسه شايفينه من شوية،
حاطينه في مكان تاني. طقم قدور السله ستيل بيد سيليكون برضو ده 10 قطع، ده اقل منه قطعه، ده نازل من 639 ل 319.5، 319.5. يعني في هنا عرضين على طقم قدور ستانلس روكي، في واحد 11 قطعه وفي واحد 10 قطعه. ال 11 نازل ب 339.5 وال 10 نازل 319.5، يعني الفرق كله 20 ريال بينهم. في برضو عروض تانية هنشوفها مع بعضينا، عروض كتير جدا في اواني المطبخ. برضو في حاجات هنا، في عروض على الحافظات يا جماعة، الناس اللي كانت بتسألنا على الحافظات، في حافظة طعام ستانلس منقوش 2.5 لتر. حافظة الطعام دي نازلة من 139 الى 69.5، 69.5. في اللي هي 3.5 لتر، دي نازلة من 155 ل 77.5، 77.5. في كمان يعني شايفين دي شكلها منقوش كده، دي شكلها حلزوني يعني مختلفة شوية، دي 5 لتر حافظة طعام ستانلس، يعني هما الاتنين ستانلس ولكن دي بنقشة ودي حلزوني، شكل مختلف تماما. 5 لتر دي نازلة من 159 ل 79.5 5 لتر، وفي منها 3.5 لتر برضو الاستانلس الحلزوني، دي نازلة من 139 ل 69.5. طبعا دول بس اللي نازلين عرض، الباقيين ده كله ده مش نازل عروض. في نوع تاني نازل عرض، هو في حفظ الطعام هندي فضي منقوش، منقوش بنقشة ذهبية، يعني دي كام؟ 2.5 يعني 2500 ملي، اللي هي قدامنا دي نازلة من 169 الى 84.5، 84.5. في برضو دي نفسها ولكن يعني دي شكلها كبير شوية، دي 3500 ملي، نازلة من 388 الى 194، 194. حفظ الطعام برضو في 3000 ملي، نازلة من 229 الى 114.5، دي حافظات طعام، حافظات طعام. هنا حافظ الطعام برضو، هنا دي نازلة من 179 ل 89.5، دي 2500 ملي، دي 3500 ملي، نازلة من 189 ل 94.5. دي الكبيرة بقى، الحجم الكبير ده دي 7500، دي نازلة من 269، من 269 نازلة 134.5، برضه هي نفسها دي 134.5. دي عروض على حفظات الطعام، دي انواع من حفظات الطعام نازله عروض. برضه بنكمل معاكم بقى، هنا في برضه طقم جرانيت كوري، عروض على طقم جرانيت كوري بيج غامق، 7 قطع، طقم جرانيت كوري بيج غامق تورنادو 7 قطع، تورنادو 7 قطع، نازل من 679 الى 339.5، ده الاسم بتاعه يا جماعه، هو تورنادو 7 قطع، السيف جالري مكتوب عليه السيف جالري اهو. ده من الجرانيت برضو الكوري، اللون بتاعه بيج زي ما احنا شايفين، هو 7 قطع، نازل ب 339.5. كمان في يعني هو نوعين، هو نوع وردي ونوع بيج، هو نفس السعر. النوع الوردي ده برضو طقم جرانيت كوري بينك غامق تورنادو 7 قطع، نازل من 679 الى 339.5. كمان في عرض برضو هنا على تورنادو برضو ده 9 قطع، هو نفس الماركة يعني، طقم جرانيت كوري بينك غامق تورنادو 9 قطع، نازل من 899 ل 449.5، 9 قطع. زي ما احنا شايفين القطع كلها موجودة، هي 9، وده طبعا الكرتون اهو مكتوب عليه 9 قطع تورنادو. طبعا في حاجات تانية كتير موجودة، ولكن احنا يا جماعة احنا بنختار العروض اللي هي نازلة على اواني
الطهي والقدور اللي احنا شايفينها قدامنا. احنا شفنا كذا نوع ولسه هنشوف حاجات تانية كمان، يعني لسه هنشوف برضو حاجات تانية. كل الحاجات دي احنا شفناها برضو بنوريها لكم تاني اهي. طبعا ده من غير عروض، ده من غير عروض، ده مش نازل عرض، ده اللي قدامنا ده. دي القدور اللي هي من غير عروض، وفي طبعا ده العرض ده. ده جرانيت اخضر فاتح مضلع بغطاء زجاجي، يد ستانلس 9 قطع، نازل من 599 الى 299.5. طبعا احنا شفناه برضو من شوية، ده بنشوف الحاجات برضو اللي احنا مشوفناهاش. حاجات تانية حلوة جدا هنوريها لكم برضو دلوقتي، لكن يعني احنا يعني في زحمة، فاحنا ايه عشان نوصل للحاجات دي من غير زحمة. في برضو هنا ده طقم قدور اخضر مطفي بغطاء زجاجي، 9 قطع، نازل من 669 ل 334.5. ده اللي قدامنا ده يا جماعة، طقم قدور اخضر مطفي بغطاء زجاجي، الاسم بتاعه هو ده، الاسم بتاعه 9 قطع، نازل من 669 الى 334.5. في نوعين منه زي ما احنا شايفين النوعين قدامنا، هو في نوع اخضر مطفي بغطاء زجاجي، وفي نوع بيج يعني فوق، هو نوع يعني مختلف تاني برضو. في كمان من عروض القدور يا جماعة، هنا في طقم قدور جرانيت بيج غطاء زجاجي روكي، ده اسمه ده يعني الماركة بتاعته روكي، يد ذهبي 7 قطع، نازل من 549 ل 274.5. 274.5 اللي هو قدامنا ده، سبع قطع. في نوع تاني هنا، هو طقم قدور جرانيت اسود بغطاء زجاجي، الاسم بتاعه هو ده، 7 قطع، نازل من 599 ل 299.5. 299.5. يعني في كذا نوع يا جماعة، هنا انواع كتير جدا نازلة، انواع كتير جدا نازلة عروض في طقم القدور اللي هو للمطبخ او اواني الطهي. هنا طبعا ده قدر الضغط، احنا مش شايفهم حاطين عليه عروض، مش حاطين عليه اي عروض، اللي هو قدر الضغط ده. في عروض حلوة تانية هنوريها لكم بقى على ايه، على اللي هي المقلاة الغير لاصقة. المقلاة الغير لاصقة برضو عليها عروض حلوة. في هنا هو المقلاة الغير لاصقة يا جماعة، في نوع اللي هو الاسود ده، اسود ياباني بيد بني اللي احنا شايفينها دي، 27 سنتي، 27 سنتي، نازل من 64 لـ 32، نازل من 64 لـ 32، وفي ال 28 سنتي، نازل من 65 لـ 32.5، هي نفسها برضو. ال 27 32 وال 28 32.5، نص ريال يعني. في برضو هنا ال 30 سنتي، هي نفس الشركة برضو، طاوة أسود ياباني بيد بني، 30 سنتي، نازلة من 69 لـ 34.5. 34.5. في ال 20 سنتي كمان، هو برضو نازل على ال 20 سنتي. ال 20 سنتي نازلة من 47 لـ 23.5. دي 20 سنتي، يعني دي عروض على المقلاة الغير لاصقة. في مقلاة من الاستلس برضو تركي، 14 سنتي، نازلة من 44 لـ 22، 44 نازلة 22. في كمان هنا برضو نوع تاني برضو من الجرانيت، دي مصنوعة من الجرانيت، 30 سنتي، في 4 لتر وحوالي نص كده، نازلة من 156 إلى 78، من 156 نازلة 78. في نوع تاني برضو هنا، ده 32 سنتي، 600 ملي، دي نازلة من 166 لـ 83، دي برضو مقلاة من الجرانيت عميقة رمادي،
32 سم، 600 ملي. في انواع تانية برضو، انواع كتير جدا من المقلاة دي. جرانيت 28 سم، 3 لتر و600، نازلة من 144 لـ72 ريال. في برضو هنا عروض على صاج بيد، الصاج ده مقاس 45، نازل من 129 الى 64.5. في عروض على الصاج كمان هنا، ده 35، نازلة من 99 لـ49.5. يعني الصاج ده برضو عليه عروض هنا. شوف برضو في عروض على المقلاية يا جماعة هنا، في حاجات تانية برضو عليها عروض هنا. ده مقلى نحاس، مقلى نحاس تركي فاخر اللي هو قدامنا ده، نزل من 48 لـ24، من 48 نزل 24. في برضو هنا نوع تاني برضو بيدين، هو مكتوب هنا كده اللي هو ليه يدين، مقلى نحاس فاخر بيدين، المقاس بتاعه 18.5، ده 18.5 نازل بـ27 بدلا من 54. اللي هو 24 ده كان 16.5، يعني 16.5 ده 24 وده 27. في كمان هنا مقلاة، مقلاة عميقة جرانيت رمادي غامق بيدين، المقلاة دي بيدين، بيدين اهي زي ما احنا شايفين، هنوريها لكم اهي، مقلاة بيدين، المقلاة دي بيدين اهي، 32 سم، من الجرانيت رمادي، نازلة من 129 الى 64.5. والتانية دي 30 سم، نازلة بـ57 بدلا من 114. في برضو هنا مقلاة تحميص اسود تركي 32 سم، دي نازلة بـ43 بدلا من 86، 43 بدلا من 86. في نفسها هي دي مقلاة تحميص مطلية اسود تركي 40 سم، نازلة من 116 لـ58، من 116 نازلة 58. في كمان هنا دي مقلاة من النحاس روكي 30 سم، بيد ستلس، اليد بتاعها ستلس زي ما احنا شايفين اهي، وهي نحاسي روكي 30 سم، بيد ستلس، نازلة من 99 لـ49.5، 50%. في النوع ده برضو، النوع ده دي مقلاة عميقة روكي من الجرانيت بيج بيدين 30 سم، نازلة من 114 لـ57 ريال، 57 ريال. واللي بعديها دي 32 سم، نازلة بـ64.5 بدل من 129. في كمان دي 28 سم، دي مقلاة عميقة جرانيت بيج بيدين اللي هي قدامنا دي كده اهي، بيدين كده روكي 28 سم، نازلة بـ49.5 بدلا من 99. عروض كتير جدا على المقلاة هنا روكي كلها، دي 39.5، 24 سم. في دي جرانيت تركي بني 22 سم، نازلة من 59 لـ29.5، 29.5. في هنا دي طاولة جرانيت تركي بيج 26 سم، من 73 نازلة 36.5، 36.5. دي طاولة جرانيت تركي بني 30 سم، نازلة من 99 لـ49.5. في انواع تانية هنا، في النوع ده طاولة جرانيت تركي رمادي 24 سم، نازلة من 69 لـ34.5. في يعني عروض كتير جدا على الطاولة هنا. في كمان مقلى اسود ياباني بيدين 42 سم، نازل من 119 لـ59.5. في انواع كتير جدا يا جماعة من
المقلاة هنا موجود، شايفين الأشكال دي كلها. يعني شفنا برضو هنا دي برضو عرض برضو هنا، دي يا جماعة دي للكريب، يعني دي مقلاة جرانيت مسطح للكريب رمادي 26 سنتي، نازلة من 65 لـ 32.5، اللي هي قدامنا 32.5. وطبعا احنا شوفنا دي برضو. في حاجات تانية بقى مش موجود عليها عروض، في حاجات تانية مش موجود عليها عروض. شوفنا احنا برضو كل ده شفناه. في الصاج برضو، ده صاج جرانيت، صاج جرانيت بيد 5 ملي للكريب، ده مقسم 7 خانات 30 سنتي. هنشوف الخانات اللي هو مقسمها دي، هنا هو مقسم اهو 7 خانات، ده مقسم 7 خانات. ده نازل من 119 لـ 59.5، نازل 59.5 يا جماعة، هو من 119 ريال، 59.5. هنشوف برضو، انا عايز اشوف كل المقلاة هنا، في انواع تانية برضو هنشوفها، ولكن بس عشان الزحمة اللي موجودة، في ناس واقفة، فاول هيمشوا بقى هنروح تاني هناك هنشوف برضو باقي المقلاة اللي هي الغير لاصقة دي. احنا وقفنا هنا، دي اللي هي الجرانيت التركي البيج دي 22 سنتي، نازلة من 59 لـ 29.5، وال 26 سنتي نازلة من 73 لـ 36.5. هنا برضو دي 30 نازلة من 99 لـ 49.5. دي طاولة جرانيت تركي بني 26 سنتي، نازلة من 73 لـ 36.5، 36.5. في حاجات تانية برضو هنا، دي روكي برضو، الماركة بتاعتها روكي، مقلاة جرانيت روكي بني 30 سنتي، نازلة من 75 لـ 37.5، دي 30 سنتي، 37.5 بدلا من 75. في هنا دي حجمه صغير شوية، 22 سنتي، نازلة 24.5 بدلا من 49. دي برضو 24 سنتي، 27.5 بدلا من 55. في برضه هنا دي طاولة جرانيت اسود بيد ذهبي، شايف دي يد ذهبي، دي نازلة 50% برضه من 67، نازلة 33.5، 33.5، 33.5، اليد بتاعها ذهبي. وفي برضه هنا ده طاولة جرانيت روكي كريمي 26 سنتي، نازلة من 64 لـ 32 ريال. في برضو هنا دي، خلاص احنا شفنا الحاجات دي، دي احنا شفناها، دي اللي هي الكريمي، في منها 22 سنتي، نازلة 24.5 بدلا من 49. في هنا المقلاة اللي هي العميقة دي، مقلاة عميقة، دي ياباني بيدين، 27 سنتي، نازلة 34 بدلا من 69، وال30 سنتي نازلة 38 بدلا من 76، وال33 سنتي نازلة 41.5 بدلا من 83. في كمان دي 36 سنتي، نازلة 47 بدلا من 94. في كمان دي 39 سنتي، نازلة 49.5 بدلا من 99. ودية 42 سنتي، نازلة من 119 لـ 59.5.
ودي 40 سنتي نازلة 58 بدلا من 116. كده احنا شفنا كل انواع المقلاة الغير لاصقة وكل الحاجات اللي هي موجودة ونازل عليها عروض. طبعا دي احنا شفناها في البداية خالص. هنشوف برضو هنكمل معكم في هنا عروض على دي مش نازل عليها عروض، ده وصل حديثا، دي الحاجات اللي هي وصلت حديثا. برضو هتلاقوا مكان كده مكتوب عليه الحاجات اللي هي وصلت حديثا. هنكمل برضو معاكم هنا في قدر جرانيت رمادي 24 سنتي 2 لتر و900 نازل من 209 الى 104.5 104.5. في كمان نوع تاني قدر جرانيت وردي 20 سنتي 2 لتر و400 او 2.5 لتر نازل من 199 لتسعة 99.5. في كمان هنا طاولة او طاوة جرانيت عميقة وردي 32 سنتي 600 ملي، يعني مش كاملة لتر، نازلة من 166 ل 83 ريال 83 ريال. فينا قدر طبخ، قدر طبخ اللي قدامنا ده بغطاء زجاجي بسيليكون 28 سنتي نازل من 199، من 199 نازل 99.5. كمان في نفسه ولكن ده 32 سنتي نازل 199 ل 99.5، هو نفس السعر. وال30 سنتي نازل 89 بدلا من 179 مش موجودة. في 28 سنتي نازلة من 159 ل 79.5. في استلس تركي للمكرونة بيد اسود، هنا قدر استلس اهو، قدر استلس تركي للمكرونة بيد اسود نازل من 159 ل 79.5. ده الشكل بتاعه ده للمكرونة، اتعمل فيه مكرونة. وفي هنا برضو قدر استلس 12 سنتي هو نازل من 55 ل 27.5. في برضو هنا استلس، قدر استلس اهو تركي بغطاء زجاجي 6 قطع نازل 234.5 بدلا من 469. في كمان هنا قدر استلس تركي غطاء زجاجي 6 قطع نازل بين 219 الى 109.5 109.5. كلها دي حاجات عروض قوية جدا في السيف جاليري عروض اليوم الوطني. فينا قدر طبخ اسود اللي قدامنا ده بغطاء بيدين 28 سنتي نازل من 177 ل 88.5. في كمان ده شواية، شواية اسود ثقيل بيد طبعا 26 سنتي نازلة من 99 الى 49.5. شواية مستطيلة اسود نازلة من 69 الى 34.5. في كمان شواية مستطيلة حلزونية هي 27 سنتي نازلة من 79 ل 39.5. مقلاة عميقة بيدين 37 سنتي نازلة من 149 ل 74.5. وفي كمان هنا 24 سنتي نازلة من 76 ل 38. وفي هنا 30 سنتي نازلة من 119 ل 59.5. في كمان هنا مقلاة أوملايت استلس تركي بيد اللي هي قدامنا دي يا جماعة، وده اللي مكتوب هنا هو 75 نازلة 37.5. برضو هي نفسها هي مقلاة من الاستلس تركي بيد 3.5 اهي في 26 سنتي نازلة من 84 ل 42. في شواية بوجهين، شواية بوجهين اللي هي دي، شواية بوجهين يا جماعة هي دي نازلة 50% برضو 32 لؤلؤي نازلة من 119 ل 59.5 اللي هي الشواية اللي هي بواجهين دي. في هنا كمان مقلاة استلس تركي بيد 28 سنتي في 3.5 دي نازلة من 95 ل 47.5. وهنا دي المقلاة دي للتحميص، مقلاة تحميص تركي بيد 32 سنتي نازلة من 69 ل 34.5. برضو هنا في مقلاة تحميص تركي 36 سنتي نازلة من 89 ل 44.5. وهنا دي 40 سنتي مقلاة تحميص تركي بيد 40 سنتي نازلة من 99 ل 49.5. يعني احنا خلصنا الجزء ده كله.
في باقي برضو هنا، ده كله ده مفيش عروض هنا. ده يعني احنا نعتبر احنا غطينا جزء كبير جدا، جزء كبير جدا في اواني الطهي والقدور اللي احنا شفناها، لان الفيديو مش بيحمل اكتر من، يعني الفيديو ممكن يفصل واحنا بنكلمكم. برضو في عروض هنا على الحافظات، الحافظات دي 3 حبات نازلة من 199 الى 99.5، اللي هي الحافظات دي حافظات طعام برضو، اسمها ريستو، حافظات طقم حافظات ريستو 3 حبات نازل من 199 الى 99.5 اللي هي دي. في كمان هنا طقم حافظات ستانلس فضي 3 حبات، واحدة 3.5، واحدة 5، وواحدة 7.5، دي نازلة 119.5 بدلا من 139، 119.5 بدلا من 139. طقم حافظات 3 حبات اهو زي ما قلنا. وهنا برضو في طقم تاني، طقم حافظات ستانلس منقوش 3 حبات، 2.5 و3.5 و5، دي المقاسات بتاعتهم، نازل من 219 الى 109.5، الى 109.5. كمان ده في حجم صغير شوية، طقم محافظات ستانلس منقوش 3 حبات، 1 لتر و1.5 لتر و2.5 لتر، نازلة من 149 ل 74.5، 74.5. في كمان هنا النوع التاني برضو، طقم محافظات حلزوني 2.5 و1.5 و1 لتر، برضو نازل من 139 ل 59.5 اللي هو الطقم اللي قدامنا ده. دي عروض على حافظات الطعام. برضو في عروض على حافظات طعام من نوع تاني برضو، عليها 50%، برضو دي نازلة من 219 الى 109.5، هي نفس اللي احنا شفناه هنا، هو نفسه ده برضو حافظات طعام عليها برضو. هنا هي طعم حافظات اريستو فضي 3 حبات ماكسيما، المقاسات بتاعتها 3500 و5000 و8500، نازلة من 279 الى 139.5. يعني عروض على حافظات الطعام يا جماعة. هنا هي عشان الفيديو هيفصل دلوقتي، طقم حافظات ماكسيما 2500 و3500 و5000، نازلة من 169 الى 84.5 الحافظات دي. وكمان دي برضو نازلة من 149 الى 74.5. وهنا طقم تاني نازل من 149 الى 74.5. كده احنا بنختم معاكم الفيديو، فيديو قوي جدا من العروض القوية جدا في السيف جاليري، عروض 50%، عروض اليوم الوطني، شفنا فيها عروض على اواني الطهي وادوات المطبخ، حاجات كتيرة جدا. اتمنى لو انت وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، تابعونا في الجزء الخامس ان شاء الله، عروض كتير جدا، تابعونا في الجزء الخامس. الجزء اللي جاي لسه احنا ما خلصناش عروض السيف جاليري. اشوفكم بخير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تابعونا دايما كل يوم معانا جديد. السلام عليكم.